المواطن حين يذهب إلى مؤسسة من المفترض أنها حكومية من الواجب أن يجد فيها بعض الراحة، فإن لم تتوفر الراحة فشيء من الاحترام للكرامة الإنسانية. لكن ما حدث في دائرة الرعاية الاجتماعية في البصرة أمر غير ذلك. المواطنون يسلمون أوراق المراجعة من خلف باب خارجي، بينهم نساء وشيوخ ومرضى ينتظرون في الخارج في حالة يرثى لها بحسب ما تداوله نشطاء عراقيون. نتابع معا. هاي مال البصرة، هاي المرضى ذولي شوفهم، شوف هذا ابو النسوان، نساء شوف يا ناس. دمك وصل هالشيء، بارك الله فيكم. شوفوا هاي المعاملات، يعني النساء صاروا رجال سوى صاروا، وماكو ما يستلمون، يعني اكثرها تروح المعاملات صور بيها ما صور بيها، اي ويقول له تعال الاسبوع الجاي. هاي رجال من هيك يستلمون هيك معاملات، هيك زحمة هيك معاملات، يعني ما يصير هيك والله حرام. نسوان ونزل بسوى هذا الزحام بعده يسلمون فايلاتهم، يعني هسه ما قاعد يهوسه اعطوكم موعد؟ يكون يمشون عدل بصورة عدل بس يسلمونها بصورة صحيحة منتظمة حتى الواحد ياخذ حقه. ما يصير يعني بس موظفين بالدائرة موجودين.